دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع ابرز واهم الاحداث المقرره حدوثها اليوم، هنستعرضها بالتفصيل في سياق العرض التالي، خلونا نتابع. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيعقد مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام اجتماع طارئ ليعلن الرأي العام المصري القضايا والإجراءات اللي هيدعو ليها من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة. النهاردة هتنطلق النسخة العاشرة من قمة تكني الإسكندرية اللي هتستضيفها مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الجاري تحت شعار 10 سنوات من تلاقي العقول المبدعة. بتشهد النسخة العاشرة من القمة حضور يتجاوز 40 ألف مشارك من الخبراء ورواد الأعمال والشباب من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 200 مستثمر جاهز لدعم المشاريع الواعدة وما يتخطى 1000 شركة ناشئة تعرض أحدث ابتكاراتها. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة 7 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، منها مباراة كريستال بالاس مع ليفربول في تمام الساعة 2:30 ظهراً، ومباراة مانشستر سيتي مع فولهام في تمام الساعة 17:00، وفي نفس التوقيت مباراة أرسنال مع ساوثهامبتون.